توفيق العزيز أديميلسون كوستا الأمين العام للحزب الشيوعي البرازيلي المحترم، الرفاق الأعزاء أعضاء اللجنة المركزية، تحية أممية حارة. تهديكم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أطيب تحياتها، وتنقل لكم أحر تهانيها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس حزبكم المناضل والعريق الحزب الشيوعي البرازيلي، والذي قدم أغلى التضحيات من أجل حرية وتقدم شعبكم الصديق. 100 عام من الكفاح خاضها حزبكم لأجل الارتقاء والدفاع عن الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين، وتمكين جبهتهم في التصدي للتدخلات الخارجية للإمبريالية العالمية، وعلى رأسها السياسات العدوانية الأمريكية والتي نشهدها اليوم في الصراع الدائر عالمياً، ومحاولات الولايات المتحدة الأمريكية عرقلة وضرب إمكانية نشوء عالم متعدد الأقطاب يحفظ الاستقرار العالمي. تأتي الذكرى المئوية لحزبكم في ظل تطورات عالمية متسارعة وخطيرة، خاصة بعد فشل الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها الإمبريالية في الكثير من الدول، وخاصة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث باءت مخططاتها بالفشل في سوريا ولبنان وإيران والعراق واليمن وأفغانستان، ولم تنجح بفرض مشروعها الاستعماري الذي يهدف إلى خلق ما سمي بالشرق الأوسط الجديد لتكريس الكيان الإسرائيلي وفرض سيطرته على المنطقة. وعلى العكس من ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع في ظل انتقال العالم من سيطرة ما سمي بالقطب الواحد إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب لم يعد يقبل الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب ونهب ثرواتها. ننقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني الصامد على أرض فلسطين، متصديا بلحمه ودمه للاحتلال الصهيوني الغاشم ولجميع مخططاته التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. كما ننقل لكم باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجنتها المركزية ومكتبها السياسي وأمينها العام الرفيق المناضل أحمد سعدات، المعتقل في السجون الصهيونية والمحكوم لمدة 30 عاما، ننقل لكم ومن خلالكم لكل أعضاء الحزب الشيوعي البرازيلي ومناصريه أحر التحيات الرفاقية والكفاحية، متمنين لحزبكم النجاح الكامل في إدائه، واثقين كل الثقة بأن الحزب الشيوعي البرازيلي سيحقق المزيد من أهداف شعبكم وطبقته العاملة وكادحيه في التقدم والازدهار، ونثمن عاليا مواقفكم الثابتة في دعم كفاح شعبنا الفلسطيني من أجل حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقف إلى جانب نضال شعبكم وطلائعه الثورية، وتتابع ما يجري من تصاعد ونمو القوى اليسارية والتقدمية في البرازيل وفي عموم أمريكا اللاتينية، مما يعزز تمتين الجبهة المناهضة للتدخلات الإمبريالية، مؤكدين أهمية التلاحم والتضامن بين كل القوى الثورية والتقدمية في العالم أجمع. تحية للحزب الشيوعي البرازيلي ونضالاته وتضحياته. نتمنى لحزبكم في الذكرى المئوية الأولى تحقيق المزيد من الحرية والعدالة والتقدم، مع فائق التقدير والاحترام. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المكتب السياسي، من ألقى هذه الكلمة
ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول دائرة العلاقات السياسية المركزية، وشكرا لكم.